أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتاذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله
كنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي يا أخي ويا وشي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزغتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده الجمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبغلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم
سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مغية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد پھر بلند آواز سے صلوات کو اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد جل فرجهم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وفج الفرجهم